رجعنا من جديد في سبوت ميكس الجزء الثاني من الحصه نتاعنا اليوم باش نكمل نحكي على بقيه مواضيعنا. باش نحكي على خبر وصل البارح لتونس لاعب نيجيري شاب 18 عام اسمه سامويل اوبينا جونيور يلعب في اكاديميه في نيجيريا وصل لتونس باش ياخذ على فتره من الاختبارات مع الترجي الرياضي التونسي يلعب تقريبا في مركز المهاجم يلعب ايضا على الاجنحه. هذا اللاعب باش يكون في تيست مع الترجي الرياضي التونسي تقريبا قاعدين نشوفه في سياسه جديده في الترجي في الفتره الاخيره. فما لاعب اخر ايضا كوليبالي قاعد يعمل في اختبارات مع الفريق. باش ناخذ رايكم في السياسه هذه نبدا معك انت مختار. تقريبا سياسه جديده قاعدين نشوفوا فيها في الترجي الرياضي التونسي حتى حسب بعض المصادر من الهيئه يحاولوا يستثمروا حتى في الملاعبيه الشبيه من نواحي تشوفها هل انه عندهم الحق في السياسه هذه والا تقديس مبالغ فيه للاعبين الاجانب خاصه مثلا اللاعب اللي شفناه البارح كوليبالي ولقى عليه برشا كلام به يلعب على الجناح الايمن في الوقت اللي انت مثلا عندك ساس على اليمين البديل نتاعو ماكوينا اجنبي كيف كيف على اليمين كوليبالي اللي نجم يكون حتى لو كان تم التعاقد معاه مش باش يكون حتى في الفريق معناها ما نجمش يلقى بلاصه مع زوز لاعبيه كيما هكا. تشوف انه سياسه باهيه للمستقبل والا مبالغ فيه العدد الاجانب؟ بون تكون السياسه باهي اذا يعرفوا كيفاش يوظفوهم للملاعبيه هذوما. اول حاجه انت عندك ماكوينا انترناسيونال فهمتني نتاع السود افريك مش قاعد يكور يعني هذا شوف انت عامل ريكروتمون كيما تقول سيريدا ديما يقول لك مبالغ ما تخلص فيه يلزم يكور. عندك حاجه اخرى مثلا الترجي عنده علاقات باهيه مع بعض الانديه تنجم اذا بار اكزومبل نجم تاخذ وتعمل بري ما نعرفش ان الجمعيه القريبه باش تزيد تشوفهم لاعبيه هذوما. زاد الترجي شوف راهو تخمم في 25 جوان اللي عنده زاد فهمتك الكاس العالميه نتاع الانديه تحب تشوف اكثر عنصر خاطر غاديك متاح باش يكون اكثر اجنبي عندك. نتصور شوف انه الترجي الرياضي التونسي خاطر السوق الداخليه ما عادش عندنا ملاعبيه يعني ياكلي باش تنجم تنافس بهم على السوبر ليج والشامبيونز ليج على ذيك قاعده تشوف يعني في السوق يعني للخارجيه اليوم هي مشيت للسوق البرازيليه تو رجعت لافريك قاعده. وعلى فكره هو حتى الكوليبالي لاعب شكروه عنه يلعب على الخط يلعب سوكوتا زاد ولا انه ما نعرفش على اساس شنو الشكر الكبير اللي قاعدين نشوفه فيه انه لعب معناتها ما لعبش حتى مقابله كامله ضد مستقبل سليمان مع احترامنا ليه معناها ما لعبش كل ماتش كبير معناها برشا شكر اللاعب هذا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي ولا حتى في بعض الوسائل الاعلاميه زاد. تعرف انت عبد الرحمن كوناتي يعني عنده اصابه نتاع شر وقت باش يرجع لكن الحقيقه لهنا تعاود ترجع اهم عنصر هنا في الحلقه هذه الكل هو المدرب كاردوزو كيفاش يوظف الملاعبيه هذوما. وقت اللي تشوف انت انساس مازال يعني يلعب يعني على كوم جناح بقول صراحه نقول انا علاش الترجي ما غيرش في الكاد 3 باش يستغل اكثر ملاعبيه البلايلي ماكوينا ويكون بار اكزومبل كوم بلاي ميكر هو انساس والقدام شكون مثلا موجود تو العبدلي ولا حتى يرجع رودريغيز وتنجم توظف في وسط التيران عندك برشا ملاعبيه حتى توينسا كيما لاري لازوني كيما الدربيلي وتنجم. لكن شوف انا ديما نعاود ما نعرفش انا ديما اللوم لهنا هو اللي يحرك في هذا الكل هو كاردوزو. الحقيقه وقت اللي انت باش تجيبه وتكدس ويكون التوظيف نتاعهم غلط من المدرب نتاع الرجل نقول لك سياسه غلط. لكن اذا تكون فما سياسه وممنهجه انك باش تعطي هالملاعبيه اللي تجيبهم هذايا ما نعرفش انا وتكون فما كونكورونس يعني ما بين الملاعبيه وتبدا تهبط وتكون الترجي بيرفورمون نمشي معك. الترجي لحد الان ما اقنعش الترجي عامل دونيل ماتشات الاخرانيه فما برشا انتقادات. انا ماني ضد الترجي انه باش يجيب ملاعبيه ويشوف ويجرب لعل وعسى خاطر مازال سيزون طويله ونعرفوا انه فهمتني في وقت ملوقات الترجي باش يكون من المطار يمشي يلعب ماتش روتار حتى تونا نتصور وانك من هنا لو 25 جوان وتبدا تحسبها شامبيونا مع الماتشات اللي مازالوا لهنا يعني مستغل اكثر عنصر. نتصور هكا وقتها معين شعباني استعمل ثلاث اكيبات هكا وقتها معين وقت اللي كان يلعب في الشامبيونز ليج يعني يمشي لتطاوين بتروزيام اكيب. نتصور الترجي يلزم يعرف يستغل الملاعبيه هذوما لكن ديما تبقى الحلقه بالنسبه لي انا المهمه هو كاردوزو كيفاش يوظف الملاعبيه الاجانب هذوما. سيدا في نفس فما كاينه تقديس في نفس البوست مثلا في وسط الميدان ثمانية ملاعبية نجم نسميهم لك منهم ثلاثة أجانب في وسط الميدان. هالأجانب معناتها بناكة معناها في الترجي الرياضي التونسي بين ظفرين بطبيعة الكلمة وخارج القائمة أمر عادي وإلا مش يقولوا في الترجي وأنت تعرف مليح الفريق لازم الأجنبي من النهار الأول يقدم الإضافة. شوف أنا جوفوا الكلام هذا بالنسبة لي أنا الملاعب النيجيري عمره 18 سنة والملاعب الإيفواري عمره 19 سنة. اسكو من حق جمعية ما نحبش نقول الترجي ما تنجمش تخدم بور لافنير ان بروجي انا نقول هذوما لي دو جوار ممكن ما نشوفوهمش السنه يلعبوا حتى العام الجاي سي ان بروجي دافنير
وقت اللي واحد يجيني ويقول لي راهو فما ملاعبي في نيجيريا عمره 18 سنه وكذا 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 تاخذه ويتربى عندك ويقعد عندك تو عمره 18 سنه اون 2026 2027 باش يولي عمره 21 سنه نودي انا كاسبيرونس ولا كلوب افريكان ولا اللي هو شنودي ما عادش نجيب ملاعبي انا اترونجي باش يتكلف لي برشا فلوس نولي نعتمد على هذا انا جو فوا كو سيت ان بروجي ما هو جايبينهم توا بجلعبوا اولا ثانيا هما قاعدين يتستيو نعمل لك تيست يعني باش نخليك وباش نضيع الوقت معاك وباش نكونك ولا لا وهذا لازم نعمل له تيست نورمال كيما ولد صغير باش يدخل يلعب الكره اول مره نعمل له تيست باهي ولا مش باهي انا جوفوا الملاعبيه هذوما الاثنين ما همش باش تلعب يلعبوا مع الترجي توا ولا حتى العام الجاي لكن اذا طلعوا صالحين وباين سيتان بروجي دافنير هذه حاجه ثاني حاجه ما تنساش خويا سلام وانه الاسبيرانس والا اي كيب تلعب في الشامبيونز ليغ يلزمني تكون عندي ملاعبيه سورتو السيزون تاع السنه سي ترو شارجي بور الاسبيرانس اذا انا في الشامبيونز ليغ عندي حق نلعب سته اترونجي ماك ولا مختار في الشامبيونان نتاع تونس لعب اربعه دونك هنا لو شوا اما تقول لي انت كاردوزو باش يقدس ما يقدس انا ما نلوموش كان ما يلعبش هذوما راهو مازالوا صغار خلينا نتكلموا بكل صراحه اللهم 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 هذوما يوليوا لي كيما الملاعبين نتاع برشلونه تو اللي عمره 17 سنه ولا 18 سنه ها اوكي وقتها نجم نلعبوا اما هذو الناس انا نقول هذوما سي تان ريكروتمون دان بروجي دافنير ماهوش تو باش يلعبوا في الاسبيرانس باهي ذاكر انت عندك فكره على الملاعبيه ذوما وخدمت برشا مع الملاعبيه ذوما في وكيل اعمال لاعبين شنو رايك في السياسه هذه؟ شوف سليم هذه السياسه تمنيتها عندها مده في تونس اللي تجي اللاعبين اقل من 20 سنه مش وقت الريكروتمونات مش وقت اللي تجيبه في جمعه لازم تصحح له لازم تعمل له لازم على خاطر ما ينجمش يجيك لاعب فوق ال 20 سنه خاطر يعرف الشامبيونان نتاعو وعلاش يجيبوهم هما الاكثرين؟ تو السياسه هذه راه مش في الترجي برك، النادي الافريقي جابت، نجم الساحلي تو فما شكون؟ نادي سفاقس هذيك عندها تقاليد عندها مده في الافريقي نتاع لي جون، علاش يجيبوهم؟ راهي لا كونفيرماسيون نتاع جوار عمري ما سمعت هذوما كي يجيو يعمل تيست ويروح، متاكدين منه لكن ما عندهمش الماتشوات ما عندهمش باش يشوفوا قدامهم معناتها متاكدين منه مش باش يبعثوا تسكير طياره ويجيبوا مش لاعب عادي. هو هذا جابوا المدير الفني زياد بن عمار باه يتبعوا عندهم لي كولابوراتور نتاعك كيما عندي لي كولابوراتور نتاعي في موجودين في كل بلاصه ساعات يقول لي راه فما واحد عمره 16 نقول له كذا ما تنجمش تعرف فين نتلزم نمشي نسافر باش نشوف في ماتش معين في بلاصه في غابه حاسيلو برشا تعب وكي يجيبوهم توا خاطر المختار ربط حكايتين في حكايه ربط اللي توا والانتدابات والوسط معبي والترجي عنده استحقاقات هذوما اللاعبين ما يجيوش تاع توا وما يتحرقوش توا وما يهبطوهمش توا ينجموا يجيبوا لاعب ينجح يمشيوا يسلفوا النادي في تونس ينجموا يسلفوا النادي في ليبيا يمشيوا على هنا ونعطيك اكزامبل مايكل رامو العباد عرفته في راهو جاي لسبيرانس وتسلف للجزائر ورجع عامين يعمل في تيست عاود رجع تيست لما جاء خالد بن يحيى كي شافك البدن قالوا راهو سي هذا ليست بارتون باش يمشي قالوا له هذا حاجتي بيه وقعد وعمل المسيرة هذيك يعني على طول العام راهي الخدمة تجي نتاع الكورة مش في وقت اللي كونترا وتصوير ونهار التصحاح راهو الخدمة الصحيحة مش وقت الريكروتمونات أنا نزيدك ما أكثر أنا خدمتي أصعب توا من الوقت اللي يحل السوق خاطر وقت يحل السوق باش تبدا تحط واحد فيناليست الخدمة الصحيحة راهو مش وقتها باش تقول ألو سي مختار اش تحب أنت والصغار هذوما حتى المسؤول كي تتحدث معاه تقول له راه باش نجيب لك طفل اقل من 20 سنه يتشجع اكثر على خاطر اوركوتا يتحط مش يتكلف شيء ما يتكلفش اولا ويتحط اوركوتا ما فماش شراء عقد حتى شراء عقد تجيب البريزيدون نتاعو من حد تكوين يا ودي تجيب البريزيدون ب 10000 دولار يهبط لك هو وعائلته واخته وعمته الكل يكركرهم حتى البريزيدون هذا بيقلب حذاك فما بلدان معينه اللي توا معناتها رئيس الجمعيه تلقاه هو الرئيس هو المسؤول هو كل ويقول لك حاجه كي نحبوا نحسنوا الكره في تونس احنا تو انت قلت كلمه به الكاليتي اللي عندنا احنا باش تحسنها السعوديه كيفاش تحسن كي جبت لها لي ميور اللي موجودين في العالم احنا ما عندناش مدينة تاع السعوديه ولذا السوق هذا نتكاولوا كي انت تجيب وتحسن الشامبيونات تاعك بالركلت مونيت ما تجيبهم في الكبر تجيبهم تربح فيهم
وماديا وكرويا وتكونهم عندك ولي ولادك تكونهم عندهم، هذه أصح خدمة للنيفو نتاع الشامبيونات باش يطلع. المذاكر سامحني به توا كل شيء ونعرفوا الترجي يلعب القاب وعنده وتوا الافكتيف اللي موجود في الترجي موجود برك الله وجواريات كما نقولوا بساميه بيه. اليوم الشبان اللي في الترجي ايش قاعده تعمل في البارك؟ لا لا اي خويا لا لا ماك سالت باش نجاوبك باش نجاوبك مش في المجتمع ما يغلطش يا مروي. انت ماكش بتجيب 11 و 12 سنه وماكش بتجيب عندك حق في 5 و 10 راه انت كي باش تجيب جيب 19 سنه معناتها سينيور بي يلعب جينيور عمر جينيور كي يبدا هو بي عمر جينيور يولي اسمه سينيور بي اللي هو ليكيب تو اللي تسمى ليكيب الثاني تاع السينيور سينيور بي معناتها انت ماكش باش تجيب يجيب 6 ولا 7 كيما موجوده في اوروب ولاد نحن اللي مولودين غاديك ولا تمشي تونسي عنده حق في قطر يجيبوا حتى 8 في الميني معناتها راهو تنجم تقعد تخدم خدمتك على روحها كي باش تجيب على 25 لاعب تجيب 3 اجانب باش تخدمهم زاد هذوك ما باش يطلعوا لك النيفو نقعدوا نكونوا ونطلعوا النيفو تاع الشامبيون نتاعنا والفو وحاجه اخرى كي تجيب 3 تولي كونكورونس راه مش كيما تجيب تلقى كيما تو الاوروب ساعات تتفرج في تشيلسي تلقى انجليزي واحد على غالب تجاره هذيك ولات مي احنا نجموا نكونوا وتزيد معاهم لي زيليمون هذوما تنجم راهو تعمل جملاج باهي معناتها للفريق. خلي كمل وين انت فادي بانكورا هذا هل بالطريقه هذه جا اللي لعبت معاه انت كيف الفريق. كيف بانكورا صحيح جا في العمر وقتها 16 سنه النجم الرياضي الساحلي وزاد اكتشفوا فوزي البنزرتي بانكورا وقت جا 16 28 عمره عمره 28 وقت جا 16 بانكورا وقت في وقت برك انا جبت البنزرت وقت مختار معناتها بانكورا كيف جاب جنبي شي بيطلع له ليه نحكي لك ليه صغير وقت هو في اللي تولي صغير وقت تقول 16 العام اي 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 اكبر منك بالله وقت اللي هو في 16 زاد كيف كيف زاد نجح زاد كيف كيف في فرانكوم وقت زاد صغير في اللي تولي صغير وقت صغير يلعب مره مع ولدي في الفيسير وانت موجود وعمل له هكا يا اخي ولدي طايش غادي قلت له يا معلم ايش تعمل؟ قال لي والله ليه سلمت عليه انا يحكي لي ملاعبي على تشالا اللي جا للكلوب قال لي صارت له مشكله في الخروج كي راح لبلاده على الجيش ولا حاجه قال لك عادي مشي يتصرف في باسبور من العطار معناه تحب نوريك لا يحط فيه هو العمر اللي يحب عليه نحلوه نهار الموضوع نوريك نفس التصويره نفس نمره باسبور مش نفس العام كي يبدل غادي راهو يقول له حط لي اي صحيح مش بلدان الكل في الافريق وعنده مشكله في نيجيريا عاود جا لتونس نعطيك على الجيش اسمع سامحني مره هذه باش تقوم تضحك فما لاعب موجود يعرفوه مسؤولين الكلوب والترجي هذا راه نحكي لك 2008 بوه كان القنصل بتاع نيجيريا هون كي يخلط جينوري يخاف ما يطلعش سينيور يرجع ويمشي يجيب باسبور واحد اخر والله بالحق والله يلعب مع يعني هو جاي للترجي يشد الكلوب حتى اربع ماركي ثلاث كي نهار اللي الترجي عييت منه ولا مشى للكلوب وربح الترجي كي شكاو الفيدراسيون قالوا برسمك هذاك المهم يروح مين بيحكي تصوروا منا ومنا يمشي يبدل باسبور بو خنصر في الدار يا عمر باسبور مش برشا زاد يتغشوا ذاكر يظل لي فما جواريت عندها تبدا عامله سي دي كوم كوا هما معناتها مضروبين مضروبين فما بيت يتغشوا فما شكون اللي يفهم فينا زاد في يتكلموا بالعربيه لازم راهو مش بلدان الكل المالي مريقلي نقول لك شكون غانا نيجيريا تنجم تقول كوت ديفوار شوي اما غينيا والمغرب والسنغال وكلهم راهم منظمين الاعمار الاخرين يمشي على موتور وزوز اخوه الموتور يقولوا انا 2001 والاخر 2007 نحكي على جانب في الترجي كيف كيف مختار مثلا مكوانا تو ملاعبي انترناسيونال شفناه الجمعه ذي كان في الفريق عمل له اسيست ملاعبي معطي ظاهر امكانيات محترمه جدا لكن اليوم معناتها مازال بديل في الترجي اليوم بهذا الشكل عليه انت ممكن حاجتكش به والا المدرب مش مقتنع به علاش يجي لاعب كيما هكا للفريق؟ ايما شكون اختاروا؟ اختاروا المدرب هو في الاخر هو باش يصح كردوزو باش يقبلوا يعني في الايفكتيف نتاعو إيه انت كمدرب تختار لاعب بعد ما تعملش عليه؟ هو شوف راهو كان باش نحكيو قانوني راهو مختار عندنا اشكال قانوني راهو في هذا بالحق كرم النوادي عدد لاعبين اللي كرم النوادي اللي تلعب في افريقيا يعملوا لهم ترخيص خاص كما شار كيشريدا كيفاش يلعب في قطر تو صار جاء الشيخ بتاع البلاد يلعبوا ضد الهلال يقاوم سبعه جانب عمل ترخيص خاص داير كيشريدا باش يلعب كان كيسيسي راهو مش باش يلعب بطوله احنا كي تجي انت تلعب سامحني مختار خذيت الكلمه باش انا معناتها باش نحطك في القانون وانت دبر راسك كي تجي انت تلعب تقول اربعه في تونس وسبعه لبرا الاربعه معروفين في تونس ما يتمسوش اللي هما توغاي
اللي هو دو بريزيليان واللي هو البيفو ولكن سامحني عندك أربعة لا 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 اش معناتها ما يتمسوش ذاكر عندك أربعة مع اثنين راهو تنجم تعمل تغييرات يعني. أربعة مع اثنين أربعة وزوز على البنك قديش أربعة وزوز على البنك يعني تنجم تستعملهم يعطيني عاد شو الكومبيتيتيف يعني يعطيني في الفيد ماتش يعني حاجتي ب 90 دقيقة عندي كوب دي موند وعندي وعندي ملك الروبلاسونيت يروحوا الكل تبع ساعات الكوتشينج يجيك من غادي انت من البنك ما فهمتنيش نقصد فما فما دي جوورك ليه ما تجمش تمسهم مع هذا قاعد يوري في المردود بتاعه علاش ما تصيرش ترخيص للنوادي اللي تلعب كاس افريقيا يعطيهم ترخيص خلي كمل على مكوينة واذا فرض كمل على مكوينة شوف مكوينة شوف حتى حد من نجم او كيما كان يحكي مليابي مليابي لكن شكون باش يهبطوا في الاخر هو كاردوزو وهو علاش انتقادات كبيره على كاردوزو خاطر ما عرفش يوظف الملاعبين الاجانب اللي عنده وهنا نشوفوا النتائج نتاع الترجي حتى البريستاسيون ماهيش هي نتصور اليوم مكوينة لاعب انترناسيونال يحب يكور ونعرفوه هذا خاطر اليوم انت تحكي كي سيريدا وذاكر قبليك اتر كومبيتيتيف شعيط للونترنير نتاعو هي مش قاعد يكور كيفاش هو اللي عيط له ونعرف انا ما يسهل السفره جنوب افريقيا تقعد بالنهار باش تمشي وتعاود ترجع انا مكوينة عنده بقى لكن يلزم يقتنع كاردوزو انه عندهم لاعبيه باهين اليوم بون مش مقارنه هيك تشوف دابيد بتوني نتاع الكلوب افريكان بار اكزومبل دي ماشي هي بيد الفورماسيون ديما فما شويه تغييرات لكن مره 4 1 4 1 مره 4 3 3 مره 4 2 3 استابيليتي مهمه زاد اي لا نمشي معاك استابيليتي وين يا اخي انت سمي استابيليتي ترجع عامله بيرفورمانس باهي باش تقول استابيليتي فما شيء بكل صراحه لا فما فكر لا فما كونسيبت وهذا ما نعملوه اللي نقول فيه اليوم كاردوزو ماكوينا ملاعبي مهم لكن لازم تعرفش توظف انا ما نعرفش علاش الاصرار مثلا دربالي يكون على اليسار اكزومبل يعني بالحقيقه ما فهمتش الكونسيبت نتاعو شنو اليوم انه ماكوينا يلزمك تشارك علاش يلزمك باش ما يخلقش الكومبيتيشن مازال طويله لقدام اليوم داخل على برشا ماتشات صعيبه باش تدخل على يعني ماتشات كل ثلاثة ايام ماتش نتصور انه الحقيقه مع الايفكتيف الموجود انا نقول مال اكسبلواتي من كاردوزو الترجي عنده دو فورماسيون ينجم اليوم يلعب بالليكيب هذه وغدوه يلعب بالليكيب هذه لكن باساسه يعرف يسبلوتي الادفيرسير يعني الليكيب نتاعو كما قال ذاكر تو انا عندي 4 مع 2 الترجي ما نعرفش قداش عنده 10 جانب ما فيش اليوم عندي 4 بلس 2 4 في التيتيلور نمشي معك ذاكر وعندك زوز يا اخي سامحني يا اخي انا تو مع احتراماتي يلزمني نهبط انا توقي في ماتش نمبر مع بات تابلو تمني نهبط حمزه جلاسي بار اكزومبل ومريح ونستغل المكوينه القدام هذا سؤال السيدي ضا انا كان ذاك قال فهم لاعبيه واضحين ما يتمسوش مثلا انت سميت توغاي اللي يتمس لا انت سميت توغاي واهلو لهنا عندك اللي جبت لاعبيه مثلا عزوني كي هبط بلاصه اهلو وهذا معنا دي ساتيسفاكسيون معنا كيف كيف كي هبط حمزه جلاسي معنا ينجم في بعض المقابلات يكون بديل لتوغاي لهنا ما شفناش مدرب قاعد يلقى في حلول من نوع هذا والله باش نقول لك راهو احنا كيما تفضلت وقلت انت ورايا انا جوفوا كو كلكو ماتش بكل احترامي لتوغاي كي يقعد على البنك مش عيب هذا يا قانون اللاعب جلاس جلاس كان يلعب لتوار جلاس يلعب في السياسات انترناسيونال انترناسيونال دونك وقت اللي يلعب لي جلاس من عملوا ريكروتمون عليه انت باش تخليه على البنك فما ماتشوات نستعمل التونسي قبل الترونجي هنا لا جيستيون انا نقول لا جيستيون فما حاجه مختار نحب نقول لك عليها وانا هذا رايي وعضو بلا من كلمتنا راه بعض الاحيان العين تخونك لو شوا يغدرك برشا ملاعبيه باهين يلعبوا في الكلوب هذاك كي تجيبوا عندك انت ما ينجحش سي تو تان كونسيبت يلزمك المنظومه نتاعك انت هل الملاعبي هذايا اللي باش تنتدبوا باش تحتاجوا وباش يعطيك الاضافه ويلعب ولا لا انا ما دخلتليش في مخي ان جوور اترونجي كي بي فلوس فلوس تقولي على البنك هذه ما دخلتش في مخي اما عملت ريكروتمون صحيح اسبيران انا نقول لا جيستيون وتدوير الملاعبيه في كلكو ماتش هذا باقي نعاود نقول سي ان شوا دو لونترينور صحيح بشر يغلط ينجم يغلط راه لونترينور لكن هو اولى في الاختيار انا نبدا قاعده كيا في داري ونجي نهار لحد ننتقد على ما لعبش هذاك ولعب هذاك ولعب هذاك لا اذا هذا لونترينور ما يعرفش يعمل الجيسيون ما يعرفش يختار الفريق اللي باش يهبط ضد سليمان وفريق اللي باش يهبط ضد الكيب هذيك هذايا ماهوش انترنور فدير لا فيريتي انا كنت نقول انا يا خويا المدرب راهو مشكلته مشكله اي مدرب سواء تونسي سواء ترونجي راهو شكون اللي يقيم المدرب شكون اللي حاسب المدرب تعرف مشكلتك وين اخويا سلام
لكن المدرب يغلط. احنا هنا نعطيه راينا. انت اقرب للمدرب، اشكون في نادي من النوادي يقعد مع مدرب ويحكي معاه ويقول وراك غلطت وراك كذا راك كذا راك كذا، من غير ما ندخله في التشكيله. لكن انه حاسب العمل بتاع المدرب ينجم يغلط البشر. كما انا مثلا غلطت بابا يعيط لي، او اخويا الكبير يعيط لي، او صاحبي يعيط لي يقول يا رضا راك غلطت راك كذا راك كذا. اشكون اللي حاسب المدربين في النوادي؟ هذه مصيبه من المصايب. باه نمشيو فاصل الموسيقى بعد نكملوا اخر جزء من حصتنا اليوم.